ردود الفعل في مصر حول أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، فالموقف الرسمي يدعم الرئيس البشير ويؤكد أنه لا يحق للمحكمة ملاحقته أو اتهامه، بينما يرى مراقبون وحقوقيون أن سياسات نظام الحكم بالخرطوم مسؤولة بدرجة ما عن هذا التصعيد غير المسبوق، وأن عدم مصادقة السودان على الاتفاقية التي تأسست بموجبها المحكمة لا يغل يدها، وهو ما ذهب إليه الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية بقوله: الدول التي لم تصدق على الاتفاقية ولم تنضم إليها لا يمكن إجبارها إذا لم تكن متهمة، لكن إذا مجلس الأمن اتهم دولة وأحل قضيتها إلى هذه المحكمة، المحكمة من حقها وفقا للاتفاقية أن تحقق وأن تتهم. ويرى محللون سياسيون أن قرار ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يمثل إشارة إلى أن المجتمع الدولي مستعد للتصعيد حتى رأس الدولة، وأن أخطر انعكاساته تتمثل في أن الدول العربية والأفريقية لن تنضم للمحكمة الجنائية حتى لا يتم ملاحقة رؤسائها. من القاهرة نبيل شرف الدين. تفقد مستوى احتياطاتها الأمنية في الخرطوم والدارفور، على الرغم من أن الحكومة السودانية قد أعلنت المعلنة بأنها ستضمن سلامتهم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، أشكر لكم على المتابعة وإلى اللقاء. نقول لك الهدف للصدور لتكتمل عندك الصدور. Other charges, including breach of trust. Yeah, the numbers are staggering. Remind us of why this court case has attracted quite so much attention in South Korea. Yeah, this has been a huge story in the country. Remember, Samsung is... In Canterbury versammeln sich ab heute rund 650 Bischöfe der Anglikaner. حاولت عدة مرات أقابله وكتبنا استدعيات له. يعني بحدد 160 قصد لغاية الآن، يعني بقعد أسجل. Nice.
Și lucrul acesta nu este bun. Încălțăminte sport. Impresiv. 18 שנות ניסיון ומקצועיות. רשת מרפאות פרופורציה מביאה עליכם שני פתרונות מתקדמים לטיפול בהזעת יתר. שתי דרכים להפוך את החיים להרבה יותר נעימים. הכי בטוח שיש. תשכחי למסגר את הייאוש ובכל יום שעובר תפגי את האתמול בטבע אחר וחכי לי סטודנצ'י קדרי דידקטי שדיצה מיימרי من محلات اليوسف طقم كاسات شاي مع يد 12 كاسة من 35 الآن ب 20 شيكل طقم صواني ستانلس ستيل دائري أو مربع للفرن من 45 الآن ب 30 شيكل طقم كاسات عصير 12 كاسة 3 أصناف من 40 هلا بس ب 30 شيكل فات حائط قرآنية من 45 الآن ب 30 شيكل مزهرية كريستال حجم وسط من 10 الآن ب 5 شيكل والسمكة السحرية فقط ب 25 شيكل والمفاجأة طقم طناجر 6 قطع وكف مازور خبرون برصخ 2 إسرائيليين قبل سنتين ببيت شمس زيد كون حدثات تودا ليצחק איתנו ואולפן בירושלים כתבנו גל ברגר שלום גל ירון שלום העדכון שלך נכון לשעה הזו עדיין לא ידוע מצב החיילים למרות שהם כבר בידי הצלב האדום נכון, הדיווח העדכני מלבנון מדבר על כך שהשיירה עם שני החיילים גולדווסר ורגב כבר הגיעה למעשה לגבי